الإمام الحسين تعني الكثير يعني مو بس إلي. شوف الإنسان المهموم، الإنسان اللي بقلبه فد قبح، الإنسان اللي ضيم يجي يرتاح، يجي لهذا المكان لهذا المشهد الطاهر في سبيل يغير نفسيته، في سبيل تتغير نفسيته للأحسن طبعا شيء أكيد. وحق شف الكفيل وجوده والراية، أنا وعباس وياكم يا مشاية. والله زيارة الحسين تعني لنا كل شيء بالحياة، الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، يعني الإمام الحسين واحد مني زوره تنزال كل همومه، ويعني كأنما جنات النعيم، والحمد لله والشكر على كل حال، ويزيل همومه، وإن شاء الله ندعي لكل أمة محمد بالخير، وإن شاء الله خير الجميع. والله حب الحسين ينفعنا إن شاء الله يوم الورود يوم القيامة، هو هذا إن شاء الله النجاح الأكبر. والله هي طبعا واحد الصلاة يلتزم بالصلاة والدين والصيام، وهي هاي الوصى بها واستشهد منها الحسين عليه السلام لأجلها. احنا شيعة أمير المؤمنين، احنا يعني من منطلق هاي احنا أهلنا يعني ربينا على هذا الشيء، وزيارة الحسين قلت لك في البداية تعني لنا كل شيء، يعني هو احنا متمسكين بأهل البيت ما عندنا غيرهم الحمد لله. أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم، أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري هلا بيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. طبعا الامام الحسين عليه السلام اسس ثوره واسس منهج، واعتقد هو اللي اسس للاسلام، لانه بعد وفاه النبي عليه الصلاه والسلام مرت الاسلام بظروف، فثوره الامام الحسين عليه السلام هي اللي اعادت الاسلام للواجهه، لانه العاطفه اساس اي امر يعني يصير بالنسبه للحياه الانسانيه. فهو شرف الانسان انه يروح ويزور مرقد الامام الحسين عليه السلام، ضحى بعائلته باهله، خما هاي التضحيه هبا، لا بالعكس هي تضحيه اكبر تضحيه. غاندي اللي هو رئيس وزراء الهند واللي حرر الهند يقول تعلمت من الحسين ان اكون مظلوما لكي انتصر، يعني انه نسال الله تعالى انه يشفع لنا يغفر ذنوبنا بهذا المكان الطاهر المقدس، يعني هي تعتبر اطهر بقعه على وجه الارض، فنسال الله تعالى انه يغفر لنا ذنوبنا. مر باجواء يعني ما تمر بها تحس نفسك نقية صافية، فد وضع يعني ما يمر عليك بأي مكان ثاني، يعني أنت من تزور الأئمة عليهم السلام هم كلهم سواسية، بس الإمام الحسين عليه السلام تحس فد عبرة فد جو روحاني يعني ما مر بيه. أساميكم أسجلها أساميكم، هلا بيكم يا زواري. أهم غرض لزيارة الإمام الحسين هو حبنا للإمام الحسين، الغرض الثاني هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، فالإمام الحسين هو باب من أبواب الجنان، هو باب من أبواب الرحمة، فالإمام الحسين زيارته تعني الرحمة وتعني دخول الإنسان إلى أجواء روحانية كبيرة وتقربه إلى الله سبحانه وتعالى. حب الإمام الحسين ينفع في الدنيا والآخرة، حب الإمام الحسين الثورة والعقيدة والتضحية، حب الإمام الحسين بالدنيا هو الابتعاد عن المعاصي والابتعاد عن الأخطاء، أما في الآخرة فهو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى والدخول الجنة. الأبواب الإسلامية كثيرة للدخول إلى الله سبحانه وتعالى، أهم هذه الأبواب هو باب الإمام الحسين والزيارة، فباب الإمام الحسين أوسع الأبواب اللي تقرب إلى الله سبحانه وتعالى هو باب الإمام الحسين. بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تعتبر زيارة الإمام الحسين عليه السلام ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن فاطمة الزهراء، زيارته خاصة وخاصة قلت لك العالم الإسلامي يقصدوه من كافة أنحاء العالم، فنشوف احنا هسه في أرض كربلاء المقدسة من أرض إيران الجمهورية الإسلامية ومن البحرين ومن السعودية ومن الهند والباكستان قاطبة الأرض تجي تزور ابن رسول الله قاصدة إلى طلب الحاجة والتقرب إلى الله. طبعا زيارته قلنا لها خصوصية كلش، لأنه يعتبر هو سفينة النجاة، وهو أبو الأئمة الأطهار المعصومين عليهم السلام، وهم كلهم سفينة النجاة، فالعالم تقصده بقصد التقرب إلى الله وقضاء الحاجة والتقرب إلى الله. هو طبعا
الله سبحانه وتعالى قصد الإمام الحسين عليه السلام لأنه هو عزيز الله وهو ابن رسوله وابن فاطمة الزهراء. إمام الحسين في قلوب كل مؤمن، وخاصة احنا نلاحظ في عاشوراء نشوف كافة أنحاء العالم تيجي بزيارة الإمام الحسين، وخاصة في الأربعين يقصدوا التقرب إلى الله، وكل خطوة من خطوات المشي الأرض كربلاء تعتبر هي بها فد أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. الأبواب طبعا نحن عندنا قلت لك هي مثل ما ذكرت لك الأبواب هي كثيرة، لأنه أهل البيت كلهم هم أبواب إلى الله، وكلهم حجة الله في أرضه، وكلهم هم العالم الإسلامي واجب إطاعتهم. لكن الإمام الحسين قلت لك إلى خصوصية لأنه هو الإمام المظلوم، الإمام الشهيد اللي معروفة أنه قصته في معركة الطف هو ضحى بكل شيء من أجل نصرة الإسلام، من أجل نصرة فكر آل محمد وآل محمد.